هذه وقفة احتجاجية على بعض التدابير اللي صدرت في القانون ديال المالية بروجي دو ديال لواد فينونس ديال 2023 اللي فيها بعض المواد ولا بعض الاجراءات الضريبيه اللي ما لقاتش الاستحسان ديال واحد الشريحه ديال عدد ديال الشرائح كما كتلاحظوا كاين احتجاجات كثيره هنايا ديال عدد ديال القطاعات. بالنسبه ليا شخصيا كنهضر على القطاع ديال المحاسبين ديال المحاسبه دونك ديال المحاسبين المعتمدين. حنايا معنيين بداك بواحد الاجراء ضريبي جديد اللي هو سميتو لاغاس اقتطاع من المنبع او الحجز من المنبع. الامر متعلق بالمادتين 15 و45 مكررتين. هاد المواد اللي كينصوا على ان التدريب ديال المحاسبين المعتمدين يكون على اساس رقم المعاملات وماشي على اساس صافي الربح. يعني كان هاد المواد هادو كيتجاهلوا بان المكاتب ديال المحاسبه عندهم مصاريف عندهم دي زاشا عندهم دي شارج الى اخره كاين لاوز دي بري دونك كان هاد القطاع هذا غيتضرب واحد النسبه ديال 600% واحد العمليه حسابيه. اضف الى هذا ان هذا الاجراء في حد ذاته هو كيتسم كونه غير دستوري لانه كيتعارض مع واحد المبدا كينص عليه الدستور المغربي صراحه وهو المبدا ديال العداله الضريبيه. يعني ان كل فرد المفترض ان 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 الضريبه اللي كيأديها كتكون حسب الامكانيات الماديه ديالو والامكانيات الماديه ديالو طبعا بديهي وبشكل بديهي هي صافي الربح اللي كيبقى ليه. هذاك هو الامكانيات الماديه ديالو وماشي رقم المعاملات. رقم المعاملات لا يعكس نهائيا الحجم ديال الربح اللي يمكن يحققه المكتب ديال المحاسبه. وهذا هو السبب علاش واقفين هنا بجانب اشياء اخرى طبعا اللي كدهم جميع المغاربه من بيناتهم الرفع من القيمه ديال الضريبه بعض الشركات من 10 الى 20 الغلاء بعض الاسعار اللي اثرت على بعض ديال القطاعات المهنيه كالمحروق الى اخره. هذا هو علاش بشكل عام هذه الوقفه الاحتجاجيه ديال المحاسبين المعتمدين وديال طبعا العدد ديال القطاعات المهنيه الاخرى. زين اليوم خصنا من واحد وقفه احتجاجيه ضد بعض مقتضيات ديال القانون الماليه ديال 2023 خصوصا العمليه ديال اقتطاع المنبع. اقتطاع المنبع كما كيعرفها المشرع ولا المواطن بصفه عامه كتكون محصوره على واحد مجموعه ديال الاشخاص المهنيين اللي ما كيكونش متوفر على رقم تعريف ضريبي دونك هذاك هو اللي كنقطعوا له من المنبع باش ما يتهربش من الضريبه. اما بخصوص المهنيين اللي عندهم تعريف ضريبي فهما كيصرحوا اخر ديال العام حصيله نهائيه سنويه وعليها كتخضع الضريبه فما يمكنش اقتطاع من المنبع يكون على الضريبه بقى ما تحسبتش اصلا. دونك هذا الشيء اللي كاين وكنلتسموا يمكن نلتمسوا الساده اللي مكلفين على التشريع والنواب يحاولوا يلغيوا هذا المقتضى وصافي.